بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أقيم الفحص البيطري للجياد المشاركة في كأس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لسباق القدرة، والذي ينطلق عند الساعة 7 صباح الخميس لمسافة 120 كيلومترا للناشئين والشباب بقرية البحرين الدولية للقدرة وبرعاية مجموعة جي اف اتش المالية. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد بالاطمئنان على جاهزية الفرسان والاسطبلات المشاركة في السباق، حيث اطلع سموه على استعدادات الفريق الملكي والفرسان للمشاركة في سباق اليوم، مشيدا سموه بالاستعدادات الكبيرة وجهود اللجنة المنظمة واللجان العاملة من أجل إبراز أكبر سباق قدرة في الموسم ويحمل أغلى اسم، وهو كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. هذا وتنطلق صباح الخميس بطولة الناشئين والشباب لمسافة 120 كيلومترا، بينما ينطلق صباح الجمعة سباق الإسطبلات الخليجية الذي يمتد لمسافة 120 كيلومترا، فيما تقام يوم السبت بطولة كأس جلالة الملك للعموم لمسافة 160 كيلومترا. وأقيم بقرية البحرين الدولية للقدرة الفحص البيطري للجياد المشاركة في سباق كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الدولي لمسافة 120 كيلومترا للناشئين والشباب، وشهد الفحص البيطري تعاونا كبيرا من قبل الفرسان، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الفحص والانتهاء منها في الوقت المحدد، علما أن قناة البحرين الرياضية ستقوم بنقل السباق على الهواء مباشرة، ولأول مرة سيتم تحليل السباق باللغة الإنجليزية. هذا وقد تواصلت استعدادات الاسطبلات للسباق بالتدريبات المكثفة لفرسان البحرين وفرسان دولة الإمارات بعد وصول جيادها للمملكة.